عندك. اوكي نروح لاخر اخبارنا لليوم مع اكبر علم سعودي تحت الماء، وهذا الحدث كان تقريبا قبل كم يوم ودخل موسوعة جينيس. طبعا نجح الغواصون السعوديون في تحقيق رقم قياسي جديد والدخول في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مرة أخرى وتحت الماء، ولكن برقم قياسي جديد بواسطة رقم قياسي جديد سجله 87 غواص سعودي تحت عمق 87 قدم في البحر الأحمر، وعرضوا أضخم علم تحت سطح الماء. مساحة هذا العلم 87 متر مربع، وطبعا كان إهداء للوطن باليوم الوطني 87. عشان نتكلم أكثر عن هذا الخبر أكيد راح ناخذ تفاصيله أكثر معك تراج. طبعا أستاذ سيف الصاعدي معنا على الهاتف عشان ناخذ تفاصيل أكثر عن هذا الخبر، منظم مبادرة أكبر علم سعودي. حياك الله يا أستاذ سيف. الله يحييك ويحييك. أخبارك علومك إن شاء الله طيب؟ الحمد لله بألف صحة وعافية. الله يعطيك العافية. طيب بالنسبة لموضوعنا اليوم بداية، بس الفكرة جدا جيدة وتنفيذها كان أكيد في تفاصيل كثيرة، بس أبغى أعرف فكرة تنفيذ يعني أكبر علم للمملكة العربية السعودية تحت الماء، قد إيش أخذ منكم يعني عشان توصلوا لهذه النتيجة المبهرة كتنفيذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكركم في ARC على هذه الاستضافة. في الحقيقة حنا نعيش في وطن عظيم وتحت راية التوحيد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. الحدث الوطني التاريخي الذي قامته ARC لم يكن حدثا طهر التحقيق، كان أشبه بالخيال وبالإصرار والتحدي، تحول إلى واقع ملموس. 87 مدرب غواص يحملون العلم السعودي بمساحة 87 متر مربع لأعمق نقطة يصلها العلم بعمق 87 قدم لنسجل هذا الإنجاز الوطني التاريخي في موسوعة الأرقام القياسية جينيس. جميل. ونهديه إلى الوطن العظيم في مناسبة الذكرى 87 لليوم الوطني السعودي. التحدي كان كبير جدا وغير مسبوق، وحدث عالمي يسجل باسم المملكة العربية السعودية، ونفخر في ARC بنجاحنا في تحقيق هذا الإنجاز الوطني. جميل أستاذ سيف. طب نبغى نعرف إيش هي الاستعدادات اللي تمت لتحقيق هذا الرقم المهدى للوطن؟ جميل جدا. أسابيع من العمل المتواصل في فريق غواصين محترف، فريق تنظيم مميز، قاموا بتحويل الخيال إلى واقع في زمن قياسي. اجتماعات متواصلة وعمل دروس وطنية خالصة، وبكلمات نسمعها يوميا لخادم الحرمين الشريفين كانت الوقود الذي يحركنا إلى تحقيق هذا الإنجاز القياسي العالمي. واجهنا عقوبات كثيرة وتحديات لم نكن نتوقعها، وبفضل الله تم بتضافر الجهود تم هذا الإنجاز. العمق الذي كنا نريد أن نصل إليه يحمل مخاطر وتحديات، وبفضل فريق الغواصين المميز بقيادة كابتن ربحي سكيك قاموا بفضل الله بتذليل كافة التحديات الفنية تحت الماء. جميل جدا. طيب انا بس ابغى اعرف حاجه جدا مهمه استاذ سيف، يعني كثير من الناس يقول لك جميل الانجاز وكل هذا الامر، لكن كيف ممكن الواحد يستفيد من هذا الحدث لما يوثقه؟ يعني هل غير انه طبعا بيرفع راس البلد وبيفخر بهذا الموضوع، هل في عوائد اخرى ممكن احنا ما نعرف عنها؟ جميل جدا. هناك فيلم سينمائي توثيقي للحدث. جميل. تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ARC_KSA ليقوم بالتوثيق لهذا الحدث تاريخيا. الحدث لا يمكن أن ينسى، الرقم العالمي موثق في موسوعة الأرقام القياسية جينيس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية. هذا الوطن له فضل كبير علينا، وهذا الإنجاز هو أقل ما نقدمه لهذا الوطن العظيم. طبعا. جميل أستاذ سيف الصاعدي منظم مبادرة أكبر علم سعودي، دائما فخورين بانجازات شبابنا. تبي قهوه شكلك؟ ايوه طبعا. صح انا والله ابي قهوه. خلاص قهوتنا جاهزه، ما اعرف اذا ان شاء الله كيف اموركم طيبه. حنرجع لكم طبعا اكيد كابن كاوتش بانجازكم في القهوه ان شاء الله مع اليوم العالمي للقهوه.
بعد الفاصل لسه ورانا كاسة ثانية.